السلام عليكم. دي حالة امبلانت، تمام. نوع الامبلانت اللي هو سيمنت سيمنتيشن، تمام. ادي الزاوية، هنجهزها مع بعض ان شاء الله. وريكم ازاي نعمل اللثة الصناعية في الحالة. هذا مسح ده، تمام، عشان يبقى ده حدود او المكان اللي هينتهي عنده مكان اللثة اللي احنا حطوها. تمام، واضح. ماشي، نعمل النص التاني، الجنب التاني. تمام، نهاية السنة هنا موجودة وكله تمام. ماشي، واضح. طبعا انا نسيت اعمل حاجة مهمة، اللي هو ازاي الاول اعزل المقاس بتاعي، العزل بتاع البورسلين سيراميك سيراميك ليكويد، انا بعزل بيه كويس جدا. ماشي، افك كده معلش، العزل اتعمل على حوالين المكان بتاع الزرع نفسه. بسم الله، تمام. ماشي، هذا ده الماسك بتاع اللثة تبع بيدنت، تمام. هنعمله مع بعض دلوقتي، شايفين. طبعا هي التب عندي المفروض تكون ارفع من كده، فانا هنقله هنا في السرنجة دي. ماشي، نجهز السرنجة دي الاول. هنشيل السن ده وهشيل الجزء ده عشان ما يضايقنيش وانا شغال. هيتبقى الجزء الرفيع ده اللي انا عايزه. ماشي، بسم الله. تمام، تمام. ادي اللثه بتاعتنا طلعت اهي، شايف. هنضيف هنا كده المزود، ايوه، من جنب هنا كمان. عندي سباتولا ولا حاجة كده، خليها مستوية.
احط نقطه عزل كده هنا عشان ايه ما يمسكش في الجينجر. تمام، كل موضوع عايز انعمها بس كده سريع. ماشي تمام، استنى بس لما تنشف. انا معايا الجزء ده الدليل بتاعي، استنى لما ينشف معايا. خلاص ده ملوش لازمه، شايفين؟ هذا الجزء اهو.